السلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا ربي. كيفكم حبايبي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. إيوا، شان نقول لكم بلا ما نقول لكم هذا الفيديو واش جديد ونهار جديد. شان نقول لكم، مهند البارح منعش للكامل، منعش للكامل، منعش مهند البارح. مو بس أمس وأول أمس واللي قبله، عرفتي؟ لا تقريبا من جينا هنا سكننا تقريبا نهار إيه ونهار لا، نهار إيه ونهار لا. شان نقول لكم، إحنا ما عارفينش في الأول هادشي، حتى جينا سكننا عاد اكتشفنا هادشي. ما عرفناش الجيران اللي ساكنين حدانا. دابا كنلقاو غير الدراري، ربع الدراري هابطين ربع الدراري طالعين. انا مني جيت سكن هنا، مني سكنت هنا عمري ما شفت شي مراه وليداتها، كيبان ليا غير الدراري الكبار. عاد الدراري الكبار طالعين هابطين، فوق منا ساكنين الدراري، والبيت هذا الدار اللي اون فاس معنا الدراري، بانت لينا العماره كلها دراري. انا ما كنتش عارفه هادشي، والزيح والركيل حتى 5 الصباح 6 الصباح ما كينعسوش. فوق منا درتيك بحال شي شطيح، بحال شي شنو داك الشيء، ما عرفتوش شنو. ما بعرف صراحه، ساكنين شباب الدروش. يعني باول اعمارهم يعني، وكل يوم امتى ببلش الضرب؟ شي حاجه ماشي طبيعيه. بلش الساعه من 4 الصبح وطالع 3 الصبح 4 الصبح، بلش خبط خبيط كل يوم. مزيان يعني، ما عم ننام قسما بالله، كل يوم للساعه 4 5 الصبح، امس 6 الصبح نايمين. امس كانت مضاربه، والبارح كان ضاربه، كنسمع الغويط، كنقول مهند شنو هادشي. تخلعت، قال لي راه شي واحد مضارب، كيتغاوتو في الدروج، كيتغاوتو مشادين. عاوتاني البارح بحال شي حد شاد شي، ما عرفتش واش شي حديده ولا مهريز ولا شي حاجه، كيخبط، ماشي دقان عادي بحال هكا، ولا تقاطيب، ولا شي حد ناض حاشاكم للحمام، ولا شي حد كتعرفوا التحريف العادي والخبيط. لا دار خبيط. أو اللي قلت واش هاد الناس ما كينعسوش؟ كانوا حتى ثلاثة الليل عاد كيبداو الخبيط، وعاد كيبداو وجري في الدار. بسم الله الرحمن الرحيم، انا قلت وقيلا دوا جنون، ما يمكنش شي انسان عادي غيخبط بحال هكا. انا كنقول واش هاد شي جنون ولا الدار خاوي ولا شنو. قال لي غنطلع نشوف شكون اللي كيدير هكا. قلت لي ما تطلع، ما تهضر، ما تدوي. قلت لي حنا ما خاصنا صداع، ما خاصنا مشاكل. كتعرفوني انا ما كنبغيش صداع مع الجيران. اول حاجه ما كنبغي لا مشاكل صداع، ماشي مع الجيران، مع اي واحد ما كنبغيش نتحك معاه. قلت لي الغد كنت كتعيط على خوك هو اللي كنهضر مع المكتب في الاول، كيعرف كيفاش يهضر معاهم في التركي، هو اللي غيفهم، يقول لهم الناس اللي ساكنين يا فوق يا تحت، ما عرفتش فين ساكنين، راه ما كينعسوش الليل. لا ينعسوا بالليل، ما كينعسوش الليل، كيخليو اللي ينعس. زائد على ذلك شنو نقول لكم، كنا كانوا شي عائله هنا، كنا شكاو للبوليس، كنا كانوا شي عائلات، ولكن انا قلت لهم انا ضربه قال ما كاين لا عائلات لا والو، حنا اللي عائلات بوحدنا، حنا اللي عائله، العائله ما بان لي حتى المراه هنا كدور، ما بان لي حتى الدري صغير كيدور، كيبان لي غير ملي كنكون خارجه الصباب ديال الدراري محطوطين هنا قدام الباب، وكيبان لي الدراري طالعين الفوق والدراري نازلين. حتى شحال من مره كيدقوا علينا الباب الدراري، شحال من مره، ماشي مره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. كنقول المهند ما تحلش، كيكون غالطين، يا كيكونوا عارضين عليهم صحابهم، كيجيو كيغلطوا في الباب، يا كي مهم. انا كيبان لي غير الدراري كيدقوا في الباب هنايا، ما كنعرفش شكون. المهم انا ملي كنكون بوحدي راه ما كنحلش، كتعرفوا الثقه ما كايناش، وخصوصا ان تركيا شوف عطاتك اللعبه. كتعرفوا تركيا في الاول قالوا لي الدريات شي بنات عايشين في تركيا، قالوا لي حدي راسك، كيكونوا في تركيا ما كيكونوش الشبار، كيقول لك كيكونوا العصابات. هذيك كلمه العصابات بقات مخوخه لي في مخي. قلت لي واقع هادو شي عصابات، شي عصابه. قلت لي واقع شي عصابه ساكنه الفوق. مقول عصابه؟ لا مش عصابه. واش اللي كيضلوا سهرانين كيتغاوزوا كيضاربوا؟ اشنو هادو؟ واش طلاب كيقراو في المدرسه؟ اللي كيقراو في المدرسه كينعسوا مع 10. واش موظفين؟ اللي موظفين ما كيديروش هذيك الحاله. قلت لي يكونوا هادو شي عصابه كيضاربوا. و امتى شفت؟ نقول لكم سمعنا القرطاس. امتى سمعنا عاوتاني القرطاس؟ طالع من شي حد كيضرب بالقرطاس. شو القرطاس؟ هذا مسدس. مسدس. صافي قلت له انا دابا هي بنتي. لا تطلع لبرا، لا تفتح الشرجيم، لا تسوي اي شيء. طق 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 طق. والضوء صوت اللي هي بس. والضوء كيضرب بحال البراق. كيعطيني بنتي، مشيت انا كنجري، جريت بنتي شديتها. الحنان. كيجلس الارض، جلس الارض، هذا مهند كيولي باغي يقول. يعني شحال احنا عايشين في الامارات، بعمرنا ما سمعنا هيك شيء، بعمرنا ما سمعنا انه ضارب، ولا بعمرنا ما سمعنا حدا تشكى من الجيران ولا شيء، يعني
عايشين بامان وهي ما بعرف جينا هون ما شفنا تي حاجه من هذا الشيء بصراحه. تسكننا عاد ولا كنشوف حتى سكننا بلشت تطلع المشاكل من هون من هون شباب الدراري كنقول لي زعما كي يا راه مجمع ملي سمعت مجمع والسكيورتي انا قلت هذا المجمع هذا هو ديالنا ما كاينش اللي ساعه ما بالي المجمع لا ولا بالي السكيورتي كيضل تما حاطين واحد احنا اصلا ليش جينا بعدنا في المنطقه هاي بغيت الهدوء والامن بغيت الهدوء بغيت يعني شنو بغيتي انت شنو بغيتي بغيتش صداع مشاكل احنا قلبنا عليهم والمشكلة كل ما صار ضرب وخبيط وهي فوق في الهي هي تصحى بالليل صحيت بالليل صعب ترجع تنام صح والله لكن تحقق قلت الهم كتضحك والله العظيم نكذب عليكم يا تقول شي واحد حالف فينا وكيبقى يدقدق علينا الفوق باش ما نعسوش راه بحال شي حد حلف علينا راه كنا كان كما قلت لكم كنا كان شي حد باغي يغسل وجهه ولا ناض يطيب شي حاجه بالليل ولا ناض كاع يخمل في الليل انا نقول كاع يخمل ما غاديش يدير داك الضريب كامل درا شتيف 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 بحال كيقول لي ناعس تحت خرجوا قلبوا على راسكم وانا قلت لنوارة قلت لها معقول نضل هيك طول السنه قلت لي انا بحال كيقول لكم خرجوا قلبوا على راسكم مخ قلت لها انا بطلع من البيت خلص هذا بقول لك يقول لي نطلع قلت لي شنو بطلع من البيت ما عندي كيف غنطلعوك سمعوا اخوتي حيت واحد اللي دافع شهر مثلا احنا كنا دافعين شهر الايجار والله تنطلع نخرج نقلبوا على شي ساكن اخر كيما لقينا هذا نلقى واحد اخر ولكن راه دافعين دافع مهند سنه يعني دفع الكرادي السنة يعني كيفاش واحد يخلي دافع عام ويخرج يا خويا راه قالوا الناس الوالا قال لك الجار قبل ما الدار الجار قبل ما الدار اهم شيء الجار الجار عاد شري الدار اذا كان جارك بخير انت بخير جارك مو بخير ولكن انا ما سولناش احنا المكتب حيت ما توقعش على هذا الشيء كامل ما توقعش هذا الشيء غيكون يعني هذا العمارة يكونوا في ساكن فيها غير الزوافرية زائد على ذلك الخبيط بالليل واش كيكونوا سهرانين ولا الله يعلم ما فهمتش انا بغيت نفهم شنو كيديروا ما فهمتش قال لي ما انا راه كيلعبوا قال الكره بالليل الكره الساعه 5 الساعه 4 3 كيلعبوا الكره ما يمكنش اش نقول لكم هذا وين محماتي حماتي قالت لنا كان عليكم تسولوا في الاول المكتب تقولوا لي شكون اللي ساكن حداكم اول حاجه واش عائلات نسيت انا نسيت هذه النقطه ما طاحتش على بالي ابدا انني نسول نقول لوسي سول المكتب قبل ما ناخذ شكون ساكن حدانا وساكن حدانا اتراك ولا اجانب ولا ساكن حدانا سوريين ولا عراقيين ولا مصريين نسيت من بالي ما عرفت كيفاش ما سولناش انا قلت مجمع مادام مجمع انه في كل شيء انا هيك نفس الشيء قلت مادام في مجمع مع السيكوريتي الهدوء والهي ليش احنا يعني اخذنا هون يعني اصرينا انه ناخذ في هالمجمع هذا لانه اول ما جينا هون حسينا بهدوء حسينا يعني راحه نفسيه غير الدار عجبتنا الدار ما فيها حتى حاجه ما كتشكي من والو الا هاد المشاكل ديال الناس اللي ساكنين حدانا ما عرفتش احنا ما يعني احنا ما بغاش نوصلوا المهند ماشي من داك النوع اللي اليوم غدا اليوم غدا صافي كيعيط على البوليس لا كيقول لي خاصني نهضروا مع المكتب هو اللي يفك لنا المشكل المكتب يعني هو اللي ماجر لهم هو اللي يفك لنا المشكل يعني المشكل انا حتى لو عيطت على البوليس ولا هي ما راح اعرف لا راح اعرف رقم البوليس لا راح اعرف رقم اتفاهم اهضر معاه مع البوليس مثل ما تعرفوا احنا جداد هون وما نعرفين احنا شو وصلنا شي بوليس انا كنقول اذا شو وصلنا شي بوليس احنا نولي في المشاكل عيط البوليس يعني معقول كل يوم هيك الخبط ما نقدر ننام ان شاء الله ما وصل البوليس لوالو انا ما كما قلت لكم احنا غادا ما بغيو المشاكل اللي معنا احنا ما بغينا المشاكل اصلا احنا بنبعد على المشاكل ولكن بلادي بيحترم اللي ساكن تحت منه انا ما عرفتش شكون اللي ساكن فوق باش نقول لكم حبايبي هذا الشيء واللي مهند مطلع لي الدم هاد اليومين راه في السيره البارح كما قلت لكم راه ما نعش وصابح كيقول لي بغيت نعرف هاد القرود اللي كيديروا لي الحاله شكون هما والله القرود ما تسوي هيك صراحه زائد على ذلك الكهرباء شو ايوا الا جيت نعاود لكم الضوء واش كيدير لينا الضوء ودابا باش عمركم شفتوا شي مجمع كيتقطع فيه الضوء 10 مرات كيتقطع وكيبقى نص ساعه ومقطوع والله العظيم كنبقاو مشاعلين غير التليفونات البيل ديال التليفون هو اللي كنبقاو مشاعلينه عاد تقطع الضوء كنهز بنتي انا نحطها لا تخاف ليا ولا المهم كتعرفوا الظلمه كتقطع على غفله كيولي الظلمه كنهز بنتي وكنجلس هو كيبقى مشعل التليفون كيدور بحال بغى يجيب كاس الماء بغى يجيب شي حاجه كيبقى مشعل التليفونات قلت لي هاد المره جيب الشمع حيت هاد المجمع خاصه الشمع بصراحه والله قلت لك كثر الضحك الشمع نرجع للعصر الحجري يعني الشمع ولا شو
قلت لي من كثرة الهم كتضحك، قلت لي جيب شمح ضروري لانك تقطع الكهرباء هنايا بزاف بزاف بزاف. يلا كتقطع مثلا حنا كنكونوا انا كنكون في الكوزينه طيب العشاء فجاه لك صوت يوم اروح الحمام في الليل اخذ الضوء معي ضوء التليفون كتقطع على غفله تقطع على غفله ما عاد تشوفوا اي شيء يعني تنقطع في في المنطقه كلها المشكله ما كترجعش بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا نص ساعه عاد ترجع ترجع نص ساعه واحد شويه وشويه كتقطع عاش شويه تقطع اليوم ما انقطعت اليوم اليوم الحمد لله الحمد لله شكرتك الحمد لله ما انقطعت ما تقطعتش اليوم الكهرباء ولكن اش نقول لكم احنا ماشي مشكل الكهرباء تقطع تجي تقطع تجي حنا المشكل الكبير هو هذا ديال الجيل ديال الازعاج اللي كيخليوكش ناعسي يعني 4 الصباح 5 الصباح باقا كيدير تكون في الدروج دك 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 دك, دك والغوات والضحك على ما طاب جهدهم بحال العمارات كن فيها غير انا قلت لكم بحال العمارات كن فيها غير بوحدهم ما حداهمش الناس ولا بحال باغي من يقولوا لنا هز حويجاتكم وخرجوا هادشي اللي انا بان ليا باغي كما كيقول الواحد باغي يطفشوك من الدار حيت الناس كبار بعقلهم ما كيديروش هذه الحاله والناس اللي بعقلهم الواعيين ما هنا شباب وين الرجال ما عندوش عقل عمرهم 30 سنه 30 سنه كبار هذوك مستحيل عندهم العقل النهار اللي جبنا التلفازه والله العظيم جبت التلفازه مع جا داك اللي باغي يركب لي التلفازه مع 10 الليل قلت لي ها العشرة الليل دابا اش باغي دير باغي تبدا تقف في الحيط قلت لي خليتها يكون النهار العشرة الليل ما قديناش نتقبو غير مسمار حيت حنا كنحتارمو الناس كنحتارمو الجيران قال لك احترم تحترم اللي ما احترمناش لحدانا راه ما يحترمناش قلت لي شوف المسمار ما غاديش تدقو قلت لي خليه يجي بكري وحد يعلق لك التلفازه في الحيط هذا اول ما جينا اي مسمار بغينا ندقوه ياك تعرفوا داك اللي كيحفر في الحيط كيرز يعني اي حاجه بغينا نحفروها قلت لي تحفرها بالنهار قلت لي ما غتحفروهاش بالليل تفوت تسعد الليل ما بقاش الحفير اما هادو راه كاينوا لك مع 4 3 د الليل عاد كي درت فوق المهند كما قلت لكم قال لي واش غنبقاو العام كله كدير ديك درتك درتك قلت لي لا راه غيشوف المكتب يهضر معاهم انا مشكلتي خلاص الضوج بسرعه يعني ما بتحمل يعني انا جيت لهون عشان اعيش مرتاح عيش مبسوط نصور على راحتنا عجبنا البيت سكننا فيه يعني ما صرنا تقريبا كم صرنا هون كم صرنا هون يلا احنا يلا سكننا مكمل الشهر دابا بسكننا مكمل الشهر بسكننا المهم شنو نقول لكم حبايبي مكمل الشهر دابا بسكننا ويلا بدا يلا بدا يخرجوا لنا الديفوات اجي جاب لي واحد اللعبه ومبقاش باغا تجلس فيها جلست فيها شويه مبقاش باغا تجلس في اللعبه خلص مليت منها مهم حبايبي هذا ما كان بس حبينا نشارك معاكم هالشي هذا ما بعرف ممكن انتم تنصحونا بشي نسوي شي اكيد واش غنديروا كيقول لي بعد ما كنت ما بغيتش نهاجروا وين نطلع الفضاء يعني ولا شو لا ممكن شي واحد دافع عام ديال الكره غادي يطلع فين غيطلع وحنا خدينا هنايا خدينا قلنا واخا مجمع زايد في الثمن شويه على السكن برا راه رخص من هنا قلنا واخا زايد في الثمن راه كاين الامن والامان وهذا داكشي اللي خدينا هنايا في المجمع واش نقول لكم الله يهدي ما خلق وصافي حنا ما بغيناش نتحكموا مع الجيران ما بغينا نديروا مشاكل ما بغينا مضاربه ما بغينا لا صداع لا والو حنا مسالمين الناس مسالمين بغينا غير راحه البال حاجه واحده اللي باغي مهند يهضر مع اصحاب المكتب باش هادشي اللي كنسمعوا مع 4 الصباح 3 ل 5 6 ان شاء الله يا ربي ما يبقاش المهم حبايبي هذا مكان بغينا نصاحكم ايش غندير جايب ما انه احنا جدد هون اللي عايش في تركيا هون من زمان اكيد عارف بهالامور هاي يعني الواحد شو يسوي شو يعمل بهالامور هاي حاب اخذ من نصائحكم شوي حبايبي وبس حبايبي شكرا كثير لكم واستنونا ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله حبايبي يلا سلامه باي 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 باي